دلوقتي مع فاصل ونرجع لكم مرة تانية نكمل بقية فقراتنا الحوارية. للبحث عن القديم والأصالة الفنية بيعرض فنانين كتير ألوان مختلفة من الحرف التراثية. طلعت إبراهيم فني أرابيسك ورث فنه عن جدوده واستمر في تقديم حرفته للجمهور بمنتهى الدقة المعهودة على فنانين الأرابيسك المصريين. تاريخنا مع الأرابيسك يعني تاريخ طويل، الناس الكبيرة علمتنا وإحنا بنعلم. هي صعبة شوية وسهلة مع اللي عايز يتعلم. تعلمت في الورش وبعد كده التحقت بمعهد الحرف الأثرية ده تابع المجلس أعلى آثار، فأنا فني ترميم أرابيسك مشربيات. مفيش بيت أثري ما اشتغلش فيه وما رممتوش، مفيش جامع قديم ما رممتوش. ومن الأرابيسك إلى منضدة النحت على النحاس، أدى الفنان ده طبق مرسوم عليه نباتات مصممة بحرفية بتتفوق على الآلات الصينية الموجودة في الأسواق. فن النحت على النحاس ده أهميته في مصر إن هو يعني حاجة جميلة، يعني الناس بتتذوق الفن ده، معظمه شغل بص كشغل إسلامي. الفنون اللي فيه بتبقى زخارف نباتية، زخارف إسلامية كلها، يعني غير الهندسية، يعني بيشمل زخارف هندسية وزخارف نباتية، وفي أحيانا بيبقى فيه خطوط خط عربي كمان بيشمل الخط العربي، يعني بيشمل حاجات كتير. الصناعات اليدوية في مجال الجلود ظهرت كمان في المعرض في الشنط والمحافظ الجلدية بأشكال وألوان مختلفة. دخلت موضوع الجلود إن أنا لقيت كتاب بيتكلم عن صناعة حرفة الجلد والمصنوعات الجلدية، فابتديت أدرسه ومن بعديها قررت إن أنا هنقل على المصنوعات الجلدية. لازم نلجأ للفن في الحرفة، يعني زي ما قلت حضرتك لو حرفة بدون فن بتبقى حرفة صماء ملهاش روح، أو الفن هو اللي بيعبر عن شخصية كل فنان بيعمل إيه. المعرض كمان بيضم صناعات مختلفة من الغزل والمنسوجات والإكسسوارات والفضيات والملابس الموصولة بالتراث المصري والإسلامي، وكلها موجودة في بيت السناري اللي بيعكس عمق وخلفية مش موجودة في أي مكان تاني.